يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلنا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يفضل العفيس غف جميع المخلوقات ويفضل السلع عقل إفكيز العقل العقل إسر يفرق غير ثمساي أذي سنين العايم أذي ذبع وذي سنين ندير وذي سوخار أذي زر دا شو المهم ما في تيدي في كاس اللي ربي الخالق سبحانه وتعالى غاد دونيت ودي عقل وين تيدي خيقا ودي تبع في الدينس خطر العقل يفكا تيدي سيدي ربي من خالق سبحانه وتعالى من العفيس باش هذا يزرب لي حر إقلا ذي الاختيار ما يجلس دي تبع في ريد الجنة دي تبع في ريد الجنة ما يجلس دي تبع في ريد الجنة ما دي تبع في ريد الجنة ما كيف مثلا ما يزيغ في سيدي ربي سبحانه وتعالى سيدي ربي آثي وين غريد الجنة خطر الزيغة الرأس وسيد ربي ما في ديهدو وسيم يفري ديك السيحن ولكن ماذا قال يتبع نفسي ديس الشيطان أثيوين أثيوين أغاب بعيد أغاب ربي ينجمون أغاب جهنم كما يتمثل إذن إلا وفريد من الرحمن يتوين أغاب جنة إلا وفريد من الشيطان يتوين أغاب جهنم والعقل إزدف كان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما يعمل يسوج سوج تقيم يسعر يخفير كما يتمثل ودنين بلي العقل اللي في كان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ويجبر لنا غادي يختار اين نديري غادي يجينا العايم كم نسنى كم قرن بلي ميكس على العقل غادي يختار يزمان يختار اين ندير غادي يجينا اين العايم ولكن لا العقل يتختار اين ينهان ولكن هذاك اللي يختار جهنم يجا يجلد ديرو يسعى يعقيفه فيس كم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في ديننا بحسنا الوذرنا يكشنا من غرجة لما ننس لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كان نسل لو كان نتعقل ذا شغي السيوغن باش نكشم غرجة لما سبحان الله إذن العقل يسوي غرجة لما يسوي غرجة الرحمن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل يلو ذريد يتسوين غير جنة ذو فريد يتسوين غير جهنم أن يختار يا عبديس يسعى لحوية ما يختار أفريد من الرحمن إلا مفريد من الشيطان ويسعى لهم أولش أفريد ويستيثا كما يتمثل يقدر ويس وهديناه النجدين إسكنا السيدة ربي سليفة ذا لذن وفريد إلها لذن وفريد من دينه أختار ها؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمقاج فدي يمن يمن والمقاج فدي يكفر يكفر كيف مثل قالت سيدة ربي قويس إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور إنك من الغاز ده فريد من الرحمن فريد الجنة فريد سيدة ربي وشريح إنك ما يعجبس أدي حمد سيدة ربي تشكر إثبعث ما يعجبس أدي يكفر إثبعث السيديس أفريد سيعجب اليوين كما يتمثل إذا أفريد من الرحمن يتسوي غير جنة وفريد الشيطان البعيد عن جرب يجي المؤمنين يتسوي غير جهنم ذا شون دي الشفر ببعثنا آدم ذي الجنة سنف سيديس ذا شون ندفير سنف سيديس الشيطان البعيد عن جرب يجي المؤمنين إنسا إقوين ببعثنا آدم إنيس يا آدم وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إنيس كميا أفتجرى ماذا إلا تشيرش وتسمت تراك وتسعود أين أنت فكرة ذو جنيد السنة الحواجة جنيد إذا السلاحة السنة تمسال جنيد السلاح من الشيطان كيف مثلا طول اتباع الهوى أذي يشعره أين أكو إذا من الخطر يسعر يشعره وتسخص وراءه ويتفكره وطول الأمل ويتمتثره ذو جنيد سيقلوبي فبثنا آدم المثل دي السفر دي الجنة وشوى جنيد سلا يغوين يا عباد ذي الحاذر يسرى يغوين عباد دي المستقبل حشم يفنى العمر من دوني سبحان الله كم يتمثل الناس إذا بثنا آدم عليه السلام تجري كان واحد سيد حربه الناس الباقي الجنة مرة
أسان غربون كتشين كي يعجبن ديكس ولكن الشيطان يريس مرة إلى كنينة دي الجنة في الريس يوخرس دي طرف يسكن يزدحش التجرانيم في ذي دي نهاسي لرب الخالق سبحانه وتعالى ويسو خايف ذا خيس ويسو خايف ذي الجنة سبحان الله كما يتمثل يقول ناس الشيطان يسيد رب الخالق سبحانه وتعالى الناس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يقول لس سلع الزين لس أدد سلع الزين للجلال اللي كان سيد ربما الضغبة العيبة ذيك مرة حشم يقل إكحمين كتب على ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولكن سيد ربما مشفع سبحانه وتعالى ليس في الحق والحق أقوى يقول لس الحق سيسميس يقول في الحق والحق أقو لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إنس يقول سيد ربي سيد الحق سيسمس إنس الكلام أما ذكتش أما ذكت كذبان ألا جهنم غير أقول سكشنا الله أكبر يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن داس قرش الشيطان فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم إنس سيد عزيزك ألذت نغوية ما دام الروح دي الجسد ولكن سيد ربي أشبيح سبحانه وتعالى ذا شو من سيدنا إنيس هو بعزتي وجلالي فبعزتي وجلالي لا أغفر من لهم ما استغفروا سلع الزين وذي الجلالين أما ذي الله الغني ذي العفو ما ذي سنعفو الكرخر وذي سنعفو وذي سنعفو مرة سبحان الله كما يتمثل إذن أولي العبد ذي الحصن أم القصرني وليش نشك زمان ذي يكشم غير ذخيه أدي أغوص أدي نشتكي الطاكاي الشيطان باش أدي يكشم غير فيس ويسعى في بورا مرة أكو أنسيس يكشم يعبد يسني فتكني تيقي حي الشيطان إيه مثلا مش يكشم أنا ديه بورثة كاش يكشم ديه بورثة لغم مش يكشم أنا ديه بورثة مش يكشم ديه بورثة لغم باش أدي أثي أوليم باش أثي أسيقرير أسيقرير بيم أثي السفغ يبردان أثي دي السفغ القبر دي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل إذا الشيطان ذا دو فبثن آدم وذا دو العباد من الدنيا مرانا ربي فينا العمل من الدنيا يقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة غروة الشيطان ذا دو فبثن آدم سيد دي السفغ دي الجنة غروة ذاكم يروي إذا أدي عس العبد أوليسا أدي عسمرة أكمل أسيك شمال الشيطان أغذى خيب ويس إذن الشيطان يسعى في بورا أنسيك شم أغذى خيب العبد وثيقين تي بورا أكتو من الشيطان أغذى خيب إلا قل العبد أذى تي سين باش أذى تي عسمرة فبول تبوث أكمل أسيك شمال الشيطان أغذى خيب تيجي مقرن داخل الشيطان يتمثل أدي عس العبد ويس أكني تي قي حي لذي بورا يقيم يتمثل يكتشم الشيطان غير وين بنادم يقنقي أدنى دار أي فرع عرف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الغفلة غف الذكر أذي الصغفل ثمزور أذي الصغفل باش ودي تذكرها سيد ربي باش اللي يتشو سيد ربي لأن عباده تذكرها سيد ربي في قيمة هذه باش يمسلنا للجهور ناو دي تدلل نفس من استغفر الله أذي تشو مرة أكو وذي دي تدلل الخطر يريس تذفر وعن ريس لا قراءة القرآن الكريم لا التسبيح لا ذي الذكر نشتكي مرة أكو أذي ذي تشو الخطر يجلس ربي الشيطان وذي نشتكي في الدقاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كده قال سيد ربي كويس إذا يجلس ربي الشيطان يتفرنا الغرس إذا يرثن تسول الذكر سيد ربي سبحانه وتعالى ولكن غير تسول الذكر سيد ربي لقد سعفرون بلين الشيطان يلسك تسيهم وتو خير على فلاس يقال سيد ربي بويس ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطان فهو له قريب ولا يؤخرنا في الذكر سيد ربي في الذكر قلنا كنيما من الرحمن نيما اكسع على الرحمن في عبليس ازديف كان يا لي خير ازديف كان يا النعم ازديف كان بالصحة العافية الدنيا المال ازديف كان كرب وين هيك تنحي مرة أكو ما بقينا نيو خير في الناس إذا أري عقيم لي الشيطان ذي اللي غارطر في سوسيس وخيرها سبحان الله كيف مثل أفيد سنو قيل الجوث المعصية غير معصية النظر إذن تنزول في غالي كث الشيطان أكير تسودة بلادم سيد ربي اللي كده خلق لكن يقال قوي سيد ربي الخالق يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كل خرف في ذكر سيد ربي كيف مثلا إذا مريع في العبد في ذكر سيد ربي أدي تكسل في الطاعات
أما تصليت أما الذكر تسبيح سيد ربي الخالق أما أكو جميع الطاعات مرة أكو أما الصدقات أما الفرائض ولا السنن هذه الإنسان هذه تكسر لك سيد وذا استسهيل وذا استسهيل المحرمات هذه الشنن يقول لك حرم سيد ربي يقول لك يفتي دينها هذه يغال كل شيء سيد فلاس أكيد مثلا طاعات مرة أكو هذا السعرات تصلي الزكاة الصوم الحج الصدقات مرة جميعا مثل الفرائض مثل استيتسرت سواء دائما التسعرت الزيادة والمحرمات للمخالفات استيسيس هي الغرورس سبحان الله تستيس بينما داخل نسيك شن الشيطان الغضب والفانية مثلا وين يقف فينا في ذكر سيد ربي يجلس الشيطان يجلس يربي الشيطان من بعد أدي غضب وأدي الفونس هايام أدي تحسون سلو سواس يكتشن دي سوارينس متروعة كان ذا يغضب سبحان الله كان مثلا أدي كتشمت الأفكار ذا العقلية ثقوني هلا ما دخي الخطرينس من بعد الحاجة تمشي طرف كان كاين ونسعى على نزال أدر أدي غضب ومن زرع بلي من الغضب بلي ديري على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سقسات الدنيا وصية رسول الله ليس غضبانا لا تغضب ثلاثي بلدان سنان وغضبانا خطر الغضب يوعى سنين بيتك مرة بلا الغاء والضاد والباء غاء يعني ذي الغضب غياب العقل لا عقل يسمى بيش الغائب ولا شيء ما لا يغضب بيش العقل يسمى ولا شيء أشي من الحاكم وإلى قاد يحكم ما لا يغضب سبحان الله جميع بوينك أريخ لي عبد الوقت نعم إيه يغضب أكني مرة موتا بساعة تالي زيني كيف؟ إذا غياب العقل ما لا يغضب العقل يسمى ولا شيء تغرب ورس أم كاث في الخمسة أدي يكشم المرحلة اللي تسمى الضاد غا ضا ضا بالظلم من بعد هذا يضيم هذا يخدم يفاطي خطر العقليش ولا شيء بغبرس هذا يضيم ورزل بشو يجمع بنتيون يجمع بثينا يجمع هذا أشحال الحالات انطلق يفرون بعيد عن جوبيج المؤمنين لأن الزواج يسدين وقتنا هذا يفوض قميش وينه ويقبل يا ريع عقل سبحان الله كيف مثلا أدي يخدم جميع الفجور والمخالفات مرة ممكن تخدم دين وقتنيا إما اللي يغضب إذا غياب العقل والعقل شو يشيء غرورس إن بعد أدي يخدم دين سات من الظلم أدي يخدم أين ويفغرر به إن بعد البائنة ذا البلوى أدي يخدم ذا بعيد عن جرب الجمال ذا خسارة أدي يندم وين يخدم ما يخدم يباطينا إن بعد أدي يندم سبحان الله كيد مثلا الخسارة تم قرحات وذي يندم العبد ذي الوقت يقول يتسال لنا خطر لا تلحويج من خدمتي وان دايم وزمال الذي يغير فيه والغضب ذي انتظران مرة أقوى ذكران الإفرازات يكسيرين يزدخل إذا من مال زادت ذا بيش أدي جدي مرة وذي ذميس أدي جدر يغير كده سبوع يغير كده في دليل تفرك أدي الشر مرة أدي الشر لطنسيون وليس أدي كثاتاس سكر سدي أيهم إذن سيطاد قزر ذو قرويس بعد ذي باراليزيان إذن أويس أثد السكتة القلبية مع نفرق إذن ميوكار أتصل لها يكذ البعيد عن جواب الجيمة من إجزمان أتفت ذي الوقت من يمن الغضب أنشتقين للشيطان يقرسوا شبيح للنبيين صلى الله عليه وسلم يمكس ما قال يوني يزعف يغضب إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الشيطان ذا شخص الكلمة يقول أدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني السيناريو ينبوبي لو كان في ديني أدرعك ونشتهي الفلاس مرة ذا شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن أنستقل يتبور تم قرحات سيك كتشم الشيطان غرب لذن دي ثبورة كتشم الشيطان يتمثل الشهوة للنفس مرينا الإنسان ويجمل هذا يتحكم دي الشهوة من النفس نفسه أين ويا أذى فيك أين ولا ما أذى فيرس أين ولا ذنك أذى وغرورس ويتصفر إيوهري ذن الشرع غصم ذي قلنا يتمثل غصم ذي قلنا ذي أحيائي ولكن الشهوة الصغيرة
يتشفر خطر غسل الحلال، ولكن قال كلما تعدى على حده انقلب على الدين. كرب بوينك انه كل اذا عدد الحدود مره كل ادي فقد العكس ما تم تيتشفر كلش 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 هذا فخر الكرام. الانسان وانت حكم على هذه الشهوات النفسيه الى قد يعقيب اللي يجلس يربي الشيطان يقال ام الحيوان سبحان الله ذا شو اكزمان اكزمان اثي دغرا وادي الى قد كيف حال عبد تنفسي ليس وادي كيف الشهوات النفسيه باش يستخدم الحدود الحدود نسيب ربي الحدود نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكل يرضي كيف مثلا وثبور ثبور يقول لك شو الشيطان غير عبد الحسد كيف مثلا الحسد البعيد عن جنبي جنب المؤمنين وكيف الاهلاك للعصر داء عضال للامه يقال انا عقيك سيد ربنا يعبد ذيك يقال ومن شر حاسد اذا حسد الحسد ما يحسد كيون يوعى ها قال لك قال لكم مسلمين كل عداوه يمكن ازالتها الا عداوه من عداك من حسد ثالث مره اكو كتفوت اللي تفعلوا بثالث الحسد وثلالة تعاه حاجه سيد ربي سيد من سبحان الله كما يقول مثلا خطر لا وحسن انك حسن ذري كوليس ويف غرام سفرق فرق سيد ربي دي النعم نسرى في العباد نس اما اللي تسالف فابيس ادي كسا يقول لك انك حسن ذاك الناس ديك السن النعمه اللي اتي ديوي غير قرص ولا في بعض الاحيان غاسو تي قوي من نار غاتي ديوي غير قرص المهم ستشوفك شي انسان تمني زوال النعمه بعيد عن ربي ويجي المؤمنين يفرز دار ربي داخل سي ماشي ماشي مزد في كاد ديال خيرك يا عبدنا احسن ذا ذو جيمانيش سبحان الله مثلا اذا ينا كي قارن يعني كل ذو نعمه محسود كل يوم يسعى شو يسعى في حسد الغير نظم ولا شو نسعى لك راه يسعى في حسد الغير نظم ولكن نحسد الاولي العالي ذا يوقف ربي ذا ذو جيمانيش بابيس هذا خدم اين هو خميس يسعى دير سيد ربي خاطر بحساب الحسنات اسم الرام هذا ذو روحي قد الرسول صلى الله عليه وسلم الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحجر الحسد يشتس الحسنات اما كان يشتمس اصغار سبحان الله كيف مثلا يقرد ضمر ابن ثعلبه رضي الله عنه وارضاه الذي قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسنوا مازال العباد بخير لنا مدى احسن وتشم حسد لا يوم ويوم يحسد لا يوم ويوم يسد الله اكبر ولكن السكن بضع العصر هي نحسد يقول غلطينا سبحان الله كيف مثلا البوران يقول كتشم الشيطان اروي العبد الحرص ما لي حرص يا عبد مثلا غف الدنيا يحرص اللي تشدوني وربنا اعبد سيدي بحال اين تغوت في كذا شنو يسقنا عليهم سبحان الله كما مثلا يقال كعب بن مالك رضي الله عنه ينادي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ينادى ما ذاك ذا في غرات السين والشم النيل والوسط لكن في غرات النار الدخل تقضعيفا وغلمي اسفسد مال هذيك السن اكن يسفسد يعبد ادحار سنة غاف الشين دوني ذاك الشرف الكيما نيش باش ديالي باش تسالي المرتبة ينس اما ذي المنصب اما الجسم اما ذي بوينك يعني دوني كامل انشتكي مرة على حسب الدين ينس اذا اما كان اكثر وقت السفسد والشمل ذي تقضعيك من المال اكثر اكسفسد اي عبد ذاكي ذي الدينيس ونشتكي مرة باش ادي حلي اين يتفكر ادي حلي الشين دوني ودي حلي اسم ايمانيس اي مثلا دخل المجتمع اما السر منصب هذه شعور اما الشيمة في شعور اما ذي المكانة اتي شعور المهم انت على الوصف الدنيا ماشي الدين سبحان الله اكيد مثلا لان العبادة مثلا ماشي ذي جو خاصة ذي العصرنا يقاريك حاصل اما نسيب شك شفن الدنيا مرة ولاش باشو اثني الصالون ذي من الناس يغني بيري فاسن شنو تسقينا لهم ذي الفقير ذي المسكين ذي ونس الطف الدنيا وتسقينا لهم خلي هذه الثورة ما تعاونا داعي ون أوي ذا شو أنا قال لنا غادي نجوا من سن
سبحان الله. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن أربعة الصفة ما يسعدت العبد الشقي إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثقوث قل العبد أسر ترى والنيس مهما كانت الظروف أسر ترى والنيس كوت والنيس يقصح ويس ويسعر كل حنا نبول مرة أقوى ولعب ذي غرور سنسا ويسن سترى ثم قال الأماكن ويسن سترى ويسن خير لك في الدنيا ذي طول الأمل أقوذ ألي حرص من يسعر في الدنيا جمود العين قسوة القلب وطول الأمل والحرص في الدنيا والحرص في الدنيا والحرص على الدنيا. الله أكبر. كيف مثلا وذي تبور ذيك الشم والشيطان غربوية من بلاد ما يتمثل ذي حاجة من إيش مقلب وطاس ما يشتري مقلب وطاس غس تشكيل الشهوات ولكن خاصة ثقيم خطا ثقيم ثعار إيه الشيطان يتشيلي ذي يصدع بوضل عبدو إذي إيه الصوت غير خسارة يساري تشي عباد مران يسير ريهيش يمانيش غصب لك الذي حياي يقلم ولكن ثوات تجنك قوون الشهوات النفس نهوات النفس وهو قدر سلاح الشيطان خذ في مثلا وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال وذي عيث على العبد يشتقو ثندي مكيا يقرد من قبل طعامه صح بدنه وصفى قلبه ومن كثر طعامه سقم بدنه وقسى قلبه إن وين أليس قليل من المكلة ويس حوير المكلة وطاس الجسسة تسحب وليس يصفو ومنك نغيس كثير من المكلة أثيك شمي هيك وذي خسحويس يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء إن دون قثار ويوم ونس الكثرة المكيام اكتسيف إن ده الخطر أولى وانت سنسادة أمك نيت سنسادة يهال مليلي تقف في الأسوماء الله الزرع مالا دارين في الأسوماء مرة ناكل ولا تجيب عزيز يحزيز ده السر يتنساد سبحان الله. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم أياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن مورثة للسقم ومكسرة عن العبادة إن أوه واثت السمحة شو مدى الله وإنها بضل ولم قريض إن دي أزعى في مكان إن خطرنا اشتاقينا البسال ولا تفسل ليه هي فكل يكشمن إن الهلكات مرة كنت الزين غرورا إن دي نزل البلاء تخمم العبادة نولك نتيا قيحاي يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعود كثرة الطعام قسى قلبه وإن ألي النمل الستاسع أذي قسحويش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه إن دوش دش ما ليه شر مرة أكل الحين ما ليه شر العبد مرة أكثر كنا ليه شر عبوديس إن بركيس القوث يسري قوة العبد إيمانيس بشد يخدم بشد يلحوم إن دولة المريء اليوم يقدم العبد غلبك إن أمر وستيرة المكيا أمر وستيرة الدسي أمر وستيرة النفس باش المعدة العبد تسعون المجال باش تصهر المكيا الليلة لك الزدخل سبحان الله. كيف مثلا لذبورا يكتشن الشيطان غرقون لبن آدم العجلة مريء العبد دائما يبريسي تسمع أي سبيل عبد بريسي العبد مرة أو تصغوين المرة دي شو قاين سنة وانش تقول لي عايدة أنا يتمثل إنك العجلة إلا قد يثبث العبد لومرين سياقل كل شيء سياقل يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى العجلة الشيطان ولكن إن لم نعقي سيد رب الخالق سبحانه وتعالى شما يقارد المثل في التأني سلامة وفي العجلة ندم ما تقول سياقل أتسيما ولكن ماذا قلنا إذا كنت تعجير حشان دمنا في الدمار يقال سهل بن سعد رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم الآلة من الله والعجلة من الشيطان أين لنا كل عقيد سيد ربي إن دون العجلة من الشيطان سبحان الله. يقال إنك وإلى قرنا ذي عجيل عبد مرة ذي شوية كاملة كل شيء السياق الحشا خمسة ربوه وقال توكس تبدي السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خمسة كم أبي غير ويدي سنة سبحانه
سبحان الله ما تفكر المكلة ومغفون الفقر ما في المسكين عجلات في كسريج إلى مريلا ثلا الجنازة يموت العبد غير هي تغرب كان ليسانسيين إلى مريلا إليس أبنى دم وثنسين إن خضبا أفكيج أستعطينا ثبث ملقنا وإنك نمس في كذلكنا إثباع بلدن سيداركنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. سبحان الله كجب أدين الدين سيم إثباع بلدن سيدارك الأخلاق نسي حميد سيدارك الخالق سبحانه وتعالى وذي صار عن نظام طيابا غويت طيابا أسقر لنا الإسكام موسى ما يتخلص إلى قصر ويوم ما أستفد الدنبيني إذن ما أخم الدنوف ثوبة سيدة ربي صفر سيدة ربي أسغو وستكر المقيماني دي تقول أنا يخشن الشيطان أغربون لبنادم البخل بعيد عن جربي جربوني يتأذي الخوف اللي يود العبد اللي يغيدي مرنز ويتكلم وينفقلم أمام الفقير أمام المسكين بلكي وخامس بلكي إيمانيس بالذات ذي الباخر دافيس سيد ربي سبحانه وتعالى قال جواليس الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان يقرص الفقراء وتسفوا على درب الجليك واش تسقوا يد الفقير سبحان الله الشيطان يعيدكم الفقر ذا نشتغل قبلنا عن العبد وتصديق له وينفق له وتسكر له الفقراء ذي المساكين يتفال باش أدي يخدم الكنز باش أذي خدم أحاوش من قرحان أذي فريد من مرة أقوذ من تصرفها لكامل يبقى سليم مثل من بعد أذي يجي مرة كل شيء أين يسعى كامل الشيطان أذي نشتقين فيه سيكشم إيعاد غورك أفر مولاش أتغيب الفقير عش ماذا اسمع دقوذ الغرغراني الذين من بعد دينا أسيني ثورا كل شيء فوثيك إذن ليك فوثنك أرض التصرف لديك شيء وتستحسبه في اللسن أسيني كنا ثادو غير أرويدك من ناثنية وينك من بشاس مخلما أيك خلما تكشيني سيد ربي قلت بوئيس عزيزا يخرب وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يناد نفقف إذ قوين يكون سرسغد رومانا أفشيقين ما كي سرس سيد ربي رامين أفشيقين معنى أسخد مدي لسا لخار فيه داخل إذ كي يدر فرصة مش أسخد مدي يخار فيه من باقي الشيء مع ربي وآتوه من مال الله الذي آتاكم ذا المال سيدي ربي الشيء سيدي ربي ودي قولنا سيدي ربي إذا فاستغنيس أخدم يخر في حقوق يدا كيف سبحان الله ما بقي نظن ذا الأمناء في الشيء يقسد يسي وقت الشيء ما دي وارد لعبة أطفنا بني ذا روح يقسد أدمثن أدو أدجل كلش وتحسبن غف كلش سبحان الله التعيث مثلا ذلك في دقار سيد رب الخلق سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفقف صدقا خمم يخاف الول أهلك ثلاغي من الول ومنك نقول نفقر به الكيمانيس أمش حاح الباخي له الكيمانيس سبحان الله كما يتمثل الشح إنت اتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم الشح يخب مثل ناس تقول لك قاعدا ملك لا غير العبد تموت يويجي من يثمثل ذا الأجيال كان يكني يكفوك ثمسات الشحة يثمثل من البخرة من جرب الجيم ومن الديكس كيف مثلا وسيد ربي يخلف مريدا ينفق ذلك يقرض وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اين تنفق ما وانت درى وتسوي ذلك ذبورا يخشن الشيطان غربون بلادهم هذا تعصب العبد في المذاهب هذا تعصب في الاهواء اوي دوي والريد الريد سبحان الله كما يتمثل ونشتيهم وذي عليثنا إذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا متاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة مريم ومش حاحي سوى تبعا أهل الهوى يتبعا الهوى السن مقدر وتبعا وذلك ويجد في قرن حشر أي ولا يعدين إن الدسنين يقيم ولا بفي سيدها كان ديمانيس سبحان الله.
كيف مثلا اذا ما يتعصب العبد افريد نيك باكر الذي المذهب امام العين ارجو بيجي مني العنصريان هذه التعصب غفية هذه التعصب غفية وما أكثرهم بالعصبنا إلى عصبنا يتمثل هذا التعصبيون في الثمي هذا التعصبيون في البشرة هذا التعصبيون في العرش هذا التعصبيون في الثمور هذا التعصبيون هذا شعور العنصرية هذا التعصبيون في اللون كوذميس بس خطر داش الحال هذا التعصب هذه كره إذا كان لنا ذكر الصنف النظام أنش تقول لعالي كان الدعوة الجاهلية والعنصرية العنصرية دي العصر مغيت مثل صدق المجتمعات فرق تن ذي وجد الصف الجهة وجد الصف الجهة يخدمن الكفار وكربوني ذي مثل ذي على مرة يعتبر الكفار من الاثنين غيت مثل أخذ فرق يعني نشي من فرق يا العباد نسي دربيهم والقانون نسي دربي سبحانه وتعالى فرض إن كرامكم عند الله إتقاكم الخيار دقون الخيار دقون غابوري وفكاكم إذن المؤمنين إنما المؤمنون إخوة يقربوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أطف ذي الحبل نسي دربيهم ذي قولين نسي دربيهم غروة تتفرقهم ولكن أرضى عليهم وسان تدخل المجتمع باش ذا الفرق ما كان يون ننتقن دوار فعل نغض قم كان فيهم أنا ويدا فعلون أهل العصبية غنجر بيجي ممنين ويجي الجهنم ما في نتشن أما الظلم أما زكان أما الظلم أما حجان أما صدقان أين يقول خبر يتمرن كل عامل إنسان يحبط أي مثل غرسي دربي يقضوا وش بيحنا فيهم صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم دعوة الجاهلية غنجر بيجي ممنين من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم جهنم ما في نتشن ننسى رسول الله وإن صلى الله وسلم غسي الزور غسي وزن إن سواء صلى وصلى وزعل أنه مسلم غسي الزور غسي وزن غسي دائما نزدين سيم الجهنة ما في شيء رمجر بن جير ممين يقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ولا يدعو الدعوة الجاهلية سعى عنصريا إن دو تيكالا غرورنا ماشي دين سيم وتيكالا غرورنا إدينا وش بيحن صلى الله عليه وسلم صلى يتغفل في عزيزين صلى الله عليه وسلم يغدي وين تدوكيا يغدي وين تقباس يغدي وين المحبة يغدي وين الخير يغدي وين أين غيوين غير الرحمن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما يثبتن يثبتن الشيطان يثبتن غير وين بنادم الإسراف التبذير أختار كان ما يجب الدير العبد ولو كان قمان الوضوء إن تحذر ثمن الوضوء سلق شوية كان يسال ثمن الوضوء إن ولو كنتم على نهر جاري ملق لما غير الطرف القاسي في قمان شوية كان يسال ثمن الوضوء خطر المبذر ذي قمس الشيطان إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفر وين يتسلقان ذي قمس الشيطان إن احنا في قرطكني فريد في كثير الفقراء في كثير المساكين في كثير المحتاجين في كثير إيوة مثنيك يا عيدان إيدي حواجن كيف مثلا ولكن الشيطان يتسامر سواء نشتين فكان إن الشيطان أي الشغل العبد بشد يغيوضون كذا وكذا اللي تلاث أي خطر أي ما يرث ذي المسرف ذي الوضوء إنس والذي ذي المسرف بعيدا جرب يجيبون من الشيء المسرفين دي المال الشيء المسرفين دي الجميع مرة أكل القضايا كامل شيء للمسرفين والمسرفين كراهيه ربي سبحانه وتعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار كيجم قد نسيت ربي خير تذبون أنا كشم الشيطان غروين بلادن أسمار ديمانيكا بلادن الكبر أنشتري يوغير يوغير ربيهم إذا أخذت كان يتمقى يا عبد المتكبر يتمقى يا عبادكم مزيد ولكن العباد مرات شوية يتيد مزيد انت ايش ما قلت اما كان من الذي يسمع لك ان يغاشي انسان افقروا القدران ويش ما قيد يعبد يشوي اثنين دم يزان غرقع اذا غرقع انت افقروا القدران وكذلك مثل ما باقي مثل ما قلنا ميزان الاسفان اذا المتكبر يكره ربي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة اسمه ربي ملك سيد ربنا حميد تواضع وما تواضع العبد لربه إلا رفع استواضع سيد ربي سيد ربنا كيف بنادم والمتكبر يتكبر بالضعف إكس عز داخل يسعى الضعف قرحان الزخي ويفغال هذا ديفان يكوذري تستكبر والمتكبر ويحفظ فضلا ويقرر أدي مثل الجاهل على خطر أنواث يسحفظا غرور سيدي في مثل المرة
سبحان الله. كيف مثلا ذبونا يكشم الشيطان غرولنا من آدم ما يست الإنسان الذي يكشم وين ويحوج له ما يلينا العبد الذي الحوم فين يحوج سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ماذا ثيعي ون ويتكال البديل سيد رب ثيعي ون حشر يستوضيف قبل الغريس أي خطر يحوج ويضيب سيد ربي وسيد ربي يعاوني. ولكن الإنسان الذي قال يكشم وين ويحوج له باش يكشلوك الدنيا مرة أكل ماشي لين يحوج أثي بسيد ربي ما في نفسك نسغاس يبغى غير نبغيش يسعى كلش ولكن هذا يفك البديل والبديل يستشو ما يفك هذا يفك هنا ويسعى لي هنا أدي عيش الشقي أدي عيش ثم عيش ثم الضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله هذه عيش الشقي وذي مثل الشقي أي مثل هذه سعو الفقر بغي ويسا أذي لهم ذم اللي زقول غاسي سعشي. سبحان الله سبحان الله كما يتمثل أذي فيك إذن ما ذي حضر في مثل وتحوج دارنا بلادم أسفك بأذير دش ما أسفك بأذير لهناك بلادم. سبحان الله يتبورا يتشم الشيطان يتمثل ما غربون لبلادم الأمان الكاذبة مرز الشيطان أكي قرأ وتسوي ذلك سوف الخمان إنك يعجب سيد ربي غفور رحيم. سبحان الله سبحان الله ما قرأك إنك يتهجيت سيد ربي قم يذن خصان أول تزال يذن تزال بلادم تزال كان أسي قرأ أسي تسك التمنيات الفاطي خمان إنك يعجب وتسوي ذلك سوف سيد ربي غفور غفور الرحيم. سبحان الله يقرأ سيد ربي قويش يعيدهم يمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور هذا الغرور سبع البعيد أغن جربي جي مني الشيطان يختم أي مثلا غربول والنبن أدم أي سندي أي سندي العبد أدي تسجيل العيوف جنسي من العيف يشوف شوية لن العيف النظر إغري اسمقاي ودائما وأبدا العبد ملايين يمزد والنس غن العيوف الغشية اسمقاي الغشية العيوف الغشية تشف في العيوف الغشية وشوية للعيوف يسنسان أدسي مغورا حشب ذاك اللي رخيم داخل العيوف مرة ونسمى زالة يسمقى العيوف الغشية والعيوف يس ولا شوية ستندي مين أي يتمثل ويسمقى يا رب الوصن يقرد يا رسول صلى الله عليه وسلم يا محشر الذين أسلموا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عورتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته. إن دي قال يكشهد سير سوى سن ويكشمل الإيمان غير أخي قوية ونسن وتسد ثلاغ سيمن وثم سعيار ثلاغ واتبع ثلاغ العيوف نسن دشون خمان دشون خدم لنا تكشم من اللي كرام من اللي كرام الفضل أنا أتي تكشم بشكل ستشعن لكن لذا تنتفضحم يند وخرق وينك تبع العيوف العورة اللي مسين سيم يند سيد ربي أبي يتبع العورة ينسى في فضح دخي بخميس دخي الكالونيس. الله أكبر ودي ثبوت يكتشم الشيطان غربون لبنادم يثبتن سوء الظن بالمسلمين مرشيني مرة أكو يعيفاد مرة أكو وهي عايثنا لهم يعيفاد مرة أكو هدرت ليهم يعيفاد مرة أكو مشي الفعيل العين يخدمن وسيد ربي قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله خزر كان قرنكيون المثل وكما جاء الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إنك التمس لأخيك 70 عذرا التمس لأخيك 70 عذرا ماشي ما في نظر كلام يعني بعد يريد شواوي وكي يجب لنا أسأل يقرد الدنيا مرة لا بلك هذا يهديك بلك هذا إنك هاي تشغل بلك هذا ويسن الحالة سنكي في الله ماذا قلت تسوي نصي العدود دروح على بلك أذف العذر الإنسان المؤمن دائما يتفد الأعذار وثمثل جنسي من ويشيد أهسان ديرو أهثيهي أهثيس عشغل أهثي نويز دي سوين أهثي يتفد الأعذار وثمثل ويقد فالا أثمثل جنسي من. سبحان الله كما يتمثل تجاهد المداخل للشيطان يتكشم غربون لبنادم يلقى الإنسان أدي حد المنس أذي يتبع أذي سيد ربي أذي قدر الحدود سيد ربي أذي يتقي الله أذي ضع أخلاق سبحانه وتعالى أذي سرق سيد ربي جميع الأعمال
عقل سيد ربي شويكيد ندفغط يضين ندفغط خمط. يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عفت سيد ربي أما كنت شويت ما تكنت شويت عقل إنسان عقل إنسان شويكيد سبحان الله. كيف مثلا وتذكر دائما سيد ربي دائما في كل وقت وحين. يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل السقسيون الناس وجي سيد وصل يا رسول الله إليس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إنس دائما وركاش حصد في الذكر من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. أكيد ما دام كثير كان سيد ربي ما تخاف في فريدنا إثبع ذاك القسم لقنا في دائما تخاف في خير وين يوهي سيد ربي أدو خاف السنة ما دام كثير سيد ربي. إذا سيدي قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. إذا كثير كان سيد ربي أسعب التصوير وتخاف في فريدنا إثبع ذاك نعم كيف مثلا ويتبع على الإنسان الهوانس الذي يدفع أين دينا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أين دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي وصي مشيئنا النبي صلى الله عليه وسلم سينا يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك الطف إلسيك هذا كينين أين الهان أين فد إفاد إزد الحسنات تشوف في الله. قال مش فعلا بيس الله وسلم الحديث نظر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمد ومن يؤمن الصادق اليوم الآخر إذا كان خيرا يتفميس. إذا ماشي قال يا عقبة الطف إرسي ثقم ضد بخامي وتسعى ذران من الشغيات خذب أريح بخامي ذكر سيد ربي أغرب وقال الكريم الظال نفي أمسك عليك لسانك وليسانك بيتك وبكي على خطيئتك فاستيقى نظر تشرو ما في الغلطة ماذا قلنا في خرمت. إذا تفيسي قلب خامي تشرب في الغلطة ماذا قلنا في خرمت. أكامية مثلا الإنسان لك دائما أذي تسلهاي ذي الفعالي بحوك سيد ربي باش الشيطان أذي وخرف الناس أذي تعبويد أذي تسميم أذي تسبيع أذي استغفر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذي تعبويد دائما دي جميع الشغال اسمه يكالف نخدم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذي قال قل هو الله هو أذي قول المعوذتين أذي قال آية الكرسي خاتما سورة البقرة أذي طف إزريس قلت مقيا لحجر وين حجر وينك حب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذي طف إلسيس أذي هدر حشق في الخير فلا يهدر واسمح سيسا لا حشق وينك حب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذي تصوم ماشي كان ذي الشهر من رمضان ذي الفرض ولكن أذي رنس أذي رنو النوافل خطر الصوم جنة الصيام جنة معناه أكيد وخرف في بريد ديري ما فرصان وذي وصينا أذي وصي العبد أف الخير أذي وصي العبد أف المحبة جزخرت وشوتين أولا من بعد أغر جيرانيش من بعد دين شرقيس عيش من بعد ذي العباد أما يسن أما ويسي مرا خطر الشيطان إذا وقيت في السيخ الفاميلات السكي قليل الفاميلة على نف ذخي توشوت بابا سوي مأسر قيم وثمثلة قيم الدوكين حشا سنقدران سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حشا قد يعصمه الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان القرآن الكريم تصديث ذي الذكر وذي أتسم الصين غفين العالية ذن سلي الهان صاد صام أفوذ من أفوذ من بلاد الابتسامة التي تسوي دائما الإنسان أفوذ ميس وذي الفق وذي تصديق وذي ذكر رفسي ربي الخالق سبحانه وتعالى وذي تحسب منيس دائما أفيني أفي ذي أف العمليس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسب لمن وقبل أن تحاسب أتظلم دوني ذاشوس أروان دفس دو أفشل يكون دي فقسي ربي غير كون دي للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذي خدم العامل إس بلد أفوذ من سيد ربي وحدث ألف عين دين ربي أذي ذرع أذي الدين في محمد صلى الله عليه وسلم وشو نشتري وتسفر الشيطان ثابت إغريكشن أذخي بول بلدم أي مثلا أغرج على ربي من المؤمنين حق الإيمان أذي بعض ربي الشيطان في الدنيا غادي بعض أذي بعض ربي فلاس أغلي وربي المفرد يسمح مقبل هذا غفاث اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أهدينا سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.